لا شك دييغو أرماندو مارادونا، واتمنى لهم خلال مارادونا ومرور لاعب كرة دارت مطرة النزاع ومحاولة جديد، وكان في تغطية كرة خارج الآن ولكن جميلة جدا الكرة خارج الملعب، ومحاولة المنتخب الأرجنتيني ناحية مارادونا في تغطية مارادونا طبعا المنتخب على ناحية اليمين وجميلة جدا، ويعني ان الفريقين وتمريره توصل الكره ناحيه الجافي حكم المباراه من عام 1930 سجلت 10 اهداف في الارجنتين والارجنتين سجلت 9 اهداف دائمه وراحت الى خارج الملعب مرتين وتعادلوا مره، وهذه المره السادسه من خارج المنتخب الأرجنتيني ولكن إلى السنغالية. المنتخب الأستاذي حاول قدر الإمكان أن يبدو بعد السويتش أمامية فنزويلا، هذا تحت شوف لما كان كالديرون اللي يلعب مكان مونزون سلام طبعا داخل مطعم الإنزاء وتنعكس جميلة جدا، هذه إعادة لما نقل الكرة واليمين يحاول يعد الآن محاولة أول تسديدة قوية هذه الإعادة من جديد وهي التسديدة وقوية لكن قوية الحقيقة تسديدة ومحاولة من بورشاقة ومحاولة من جديد وعلى الطريق بطاقة صفراء على الآن وقوية وتسديد كالديرون لعبها داخل مطعم الإنزاء ومحاولة بالرأس وجميلة جدا، وهذه الإعادة من عادته طبعا عادها اقرب وحصل الكره حول الاستفاده الان المنتخب الارجنتيني ومحاوله تسديد داخل ستويكوفيتش النجم مارادونا قريب من منطقه الجزاء ويجب ان يخرج بطاقه صفراء في نفس المباراه يعني اذا كان عندك نقطه عليه بطاقه فانا دوفيتش مع مارادونا انا شخصيا لاعب شخصيا ومارادونا يلعبها كان يلعب بطريقة 4-3-2 الآن وتم عنده مطرة الجزاء دون تركيز طبعا بدأ شوفيتش بيحاول يعدي الآن وقريب من منطقة الجزاء وتسديدة سهلة لما حاول برونوفيتش ولو تيكوتشيا المتبعة في المنتخب الاسلافي ونجم سبق في المباراة السابقة كالديرون في رأيي الجزء الشمالي من ايطاليا وعادة الشمال يطرح مارادونا لأنه جيف وفات الجيف وهو يعتقد ان المباراة ستترسيف وداخل مطعم اي لعنة القاكم ان شاء الله في شوط المباراة الثاني القاكم في شوط الثاني الاسلافي تنقل وتلعب الرأس استراحة قصيرة جيدة وممتعة لأن راح تشوفون طبعا لحظة أعلن حكم المباراة تابع لحظة من خلال الشوط الثاني وشهير لا شك في مرمى المنتخب البرازيلي كانيجا يتقدم الأرجنتيني بالأرجنتيني يلعبها ناحية شوف إعادة مرة ثانية روجيري تلعب اتجاه المرمى البعيدة ولكن من فوق العجيري روجيري حط له كرة براس كذلك للمنتخب الإيطالي ولكن الأرجنتيني مويكوفيتش بس يحاول يتقدم هذا وايفيتش ستويكوفيتش شوف مرة ثانية شوف مرة يمر بيتش ويلعبها للأمام خطرة المنتخب اليوغوسلافي هيا كرة للأمام تضيع على المنتخب الكنيجا الآن من المنتخب الأرجنتيني يلعب كرة عالية ما استمر المنتخب اليوغوسلافي في يتخلص من برونسكي اللي تقدم ومر من يتخلص من اللاعب ويحاول ويمر من الثاني ومن الثالث بوزوالدو وتسديده من مر يعني لعبة واحدة لعبها هذا اللاعب اللي هو مرد مارادونا كالديرون مرة ثانية خطرة حصلها سوزيتش حاول يتخلص لأنه أكثر لاعب يملك موهبة كرة لاعب في يوغوسلافيا يلعبها وتنحط ولكن من بازيتش المدافع اليوغوسلافي
و19 يسدد الافضل. كان ممكن يلعبها في الشوط المباراه الثانيه مع المنتخب اليوغوسلافي هنا. وتسديده قويه لشاقة، كره قويه سددها ورشاقة، يسدد المنتخب الارجنتيني هذا بيلاردو مر ويتقدم ويلعبها عاليه، يحاول يتقدم ويسدد كره ارضيه بعيده. بورشاقة إلى تورخيلو وكرة خطرة رافائيل والجول. أكبر لعبة تقريبا في الشوط الثاني روجيري، روجيري عاد أيضا لمحاولة روجيري وقت الإضافي، قد مرمى من هدف مادونا لا زال مارادونا يلعبها عالية وخطرة أيضا أمام المرمى مرة ثانية جوستي وكرة خطرة حولها بابيتش لعبها للامام برا الملعب ضربه مرمى للمنتخب الارجنتيني. منتخب اليوغوسلافي برونسكي حولها ولكن كان ممكن يحولها من الاول، ولكن نادي مارسيليا 8 ملايين دولار هذا اللاعب وسنيجا ومارادونا الارجنتيني، ولكن طبعا مارسيليا ومعتقد مكان لما وصل فيه في ستويكوفيتش الموهوب لعبها فافيتش لعب الكرة الكرات المرتدة كما ذكر في المنتخب الأرجنتيني، كرة العكس داخل منطقة الجزاء. مارادونا معدي، هذا مارادونا لما انطلق و الأرجنتين ناحية الشمال يلعبها جميلة جدا ولكن اذا شوف لحظة لعب الكرة ويلي وهذا اللي هذا جيبتي شفتنا ناحية جوزيتي ونقلها داخل مطار الانزاع في الاول وتتسكن ومحاولة تسديد وتسديد هذا جوزيتش لعب الكرة ولكن فوق الخازيت زي ما ظهر معه في الشاشة وغادي يزيد زملاء معاه وينقلها داخل مطار الانزاع ومحاولة توكيوفيتش الحقيقة من التحرك له إذا بعد دخول الحقيقة فافيتش اللاعب واكتفاء حذر من الجزاء أول محاولة للمنتخب اليوغوسلافي الإضافي الثاني. تحدنا المنتخب الأرجنتيني يهاجم أكثر من المنتخب اليوغوسلافي الحقيقة اللعبة هذا مارادونا منطلق ويعدي منتخب الأرجنتيني ناحية من بورشاقة وتلعب لعبها الى بوتشاغا ثم انيجا لكن مدخلها داخل منطقه الجزاء وتنقل ولكن في حتى لو كان على خطه طبعا يعتبر قبل اليوغوسلافي ومحاول يعدي اعاقه اللقطات هذه انا تفيد المعلق هذا كومان محتار بلارد ومختار الاول والثاني فهما المرشحان لل كرات اللعب قويه سهله لكن وكرة اللعب وتستنفلو لعبها الى توكيو توكيو لعبها قدم لعبها الى بورشاغا ناحيه اليسار ورايا وهذا الاعاده وهذا التسديد الان ولكن تنقل وداخل منطقه الجزاء وداخل منطقه الجزاء وتلعب شوف المراقبه لمسه يد اعتبر انها طلعها بيده في هذه النتيجه هذه شوف الكره انتقلت من اليسار اللاعب شوف الان جديد وستكون كانت مثل نوك المره تسلم الجرة حاول الان مارادونا داخل مطار الانزاع وتلعب الامر قويه عاليه سانيجا وناحيه الشمال مدافع اعلن حكم المباراه لا يشوت جول للمنتخب الارجنتيني يشوت منتخب اليوغوسلافي ستويكوفيتش يوغوسلافي كره قويه ستويكوفيتش يسدد على المنتخب اليوغوسلافي ويمضي وداخل هذه الاعاده هذا
بورتشاغا يشوت جول وثلاثة. طبعا الجمهور الهدف الأول إذا ليشوت كما توقعنا لو كان شيء حلو بالنسبة للجمهور هنا. مارادونا يضيع المنتخب بس أضاع أو ضربة يسجل إيفوفيتش فقد سجل لكن صافية وهذه الإعادة في القائد الملعب وتبدو الفرصة جديدة شوت شلها تابع سهلة وكرة 2-2 وبقي ضربة ضيع من برونوفيتش على المنتخب كوشيا ولا لا إذا ضاعت هذه مقابل هدفين للمنتخب حلو وصاروا في شوت ظن هناك أمسية وإيرلندا في روما. شكرا وإلى اللقاء والسلام عليكم. انتهت المباراة وفازت الأرجنتين يعني طبعا فوز المنتخب الإيطالي طبعا في